في وقته. مشروع القيمة متاعه 2.5 مليارات دونك تأخر نسبيا في الانطلاق، بديل مشروع في مايو 2022، والمفروض باش تنتهي الأشغال في ظرف 9 أشهر. توافتنا العام والأشغال لم تنتهي، علاش؟ شنو السبب؟ شنو السبب في تأخر استكمال الأشغال؟ باش ناخذوا كل التفاصيل معنا رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير سي الحبيب الغالي. صباح خير ونهارك زين سي الحبيب. مرحبا بكل مستمعين. يعيشك، شكرا ليك. هات نبداو المشروع هذا، علاش تأخر الشبيل اليوم ما حضرش اللي المفروض يكون حاضر في 9 أشهر؟ والله تو السؤال هذا من يتوجه، احنا جمعية يتوجه لبلدية المستير ووزارة السياحة وولاية المستير، هما اللي يملوا المولوا في المشروع هذا. احنا نسألوا فيك باعتبارك على عين المكان والجمعية تنشط في هذا المجال وانت انفورمي معنا. البلدية معناها قاعدين يبدلوا هما يمشيوا، معناها رجعنا فهمني. هو 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 المشروع اصله فهمني كي توا عندك على البحر معناها الكورنيش القديم تاع المستير سون زون تريتيان زيرو، معناها صيانه واحد وكل شيء وقعد 70 سنه ان شاء الله نشوفوا هذا قداش يقعد فهمني. هو الكل كارثه من معناها من قرارات البلديه اللي عملتها. هو المشروع هذا عملوه على خاطر لكاري لبنجالو اللوطا اللي هو كاري من عند البلديه اللي هو ملك البلديه، سمحوا له باش يدخل لبنجالو معناها شو تسمى الممشى ولا التروتوار، كان فما ممشى مسقف فهمني دخلوا، كان فما ممشى مش مسقف سقفوا، والمشروع بكله على خاطر كي سقفوا ما عملش سباقويه باش تكبر الكورنيش فهمني ولا مسب نتاع زبله وكل وكل نحطوا فيهم الكل معناها شو 60 معناها معناها قصفياش فهمني نتاع اموال عموميه على خاطر ديسيزيون تاخذها البلديه غلط. كان المهندس عمل الكونسيبسيون نتاع الواحد نتاع البنجالو فهمني، علاش انت تجي تبدلو؟ هو على خاطر نصرفوا 3.5 مليارات اكثر من 2.5 مليارات فهمني. هذا من ناحيه، الناحيه الثانيه الحكايه كدسر فيك اكثر من عام فهمني، والمواطن هما زعما عاملين المواطن، المواطن ما يحسبوش ما تنساش شط القرعيه هو شط ولايه المستير فهمني، معناها كي تشوف المترو الصباح ولا الكيران ولا التاكسيات معناها عندك بنبله جمال زرندين القصيبه على خاطر ولايه المستير شعنا عندنا المستير وعندنا البغدادي، البغدادي بعيد فهمتني، وشط القرعيه هو الشط الشعبي، الناس تاخذ المترو الناس ما عندهاش كراهه باش تمشي للغزارنا ولا الواحد وكل شيء. توا معناها قالوا لنا داخل اجتماع مع السيد الوالي قال باش يحضر قبل 30 جانفي جوان فهمتني، توا الجمعة جاية عيد ما تسماش خدمة، كان ما حضرش توا ما يحضرش 30 جوان فهمتني. هذايا معناها كيما قلت لك احنا كجمعية معناها عبرنا على راينا للسيد الوالي وعبرنا معناها فما ناس قالت انه فما اشكال على مستوى الدراسات ومطابقتها للاشغال على ارض الواقع، تاكد لنا هذايا. والله تو هذا شي يقولوا جماعه البلديه، يعني كمهندس ما تدخلش في الديتاي، كان ما نعرف الحكايه كلها، اما حتى البلديه يقول لك معناها كل مره نكتشفوا حاجه وك علاش وخرنا عملنا زليز نوع ومنها لقينا معناها الزليز اللي حطوه ما يمشيش هو حطينا الحجر كي التربه فهمتني. من الاول كانوا باش يحطوا بلكس جلاس توا حطوا باريير، معناها هذوما الكل ديتاي فهمتني. يعني ما نحبش نتحدث فيهم على خاطر ما عنديش، اما معناها نورمالمون بلديه المستير ينجموا يخرجوا ويعطيوا الصوره اش فهمت يقولوا للناس والناس اقتنعوا. بالضبط اليوم هبط في تصاور في فيسبوك وكل واحد يعلق وكل شيء هبط، معناها في معناها كسوا يعملوا ندوه صحفيه ولا يتحدثوا عن طريقكم انتوما الاذاعه انتوما ولا ولا فهمني ولا حتى على الباج نتاع البلديه، يعني علاش تحقر المواطنين؟ فهمني يعني نشوفوا حقر المواطنين هذا يا خويا، يعلمهم فلوسهم راهم فلوسهم والكورنيش نتاعهم. واليوم المواطنين سي الحبيبي يتشكيوا من الاشغال، يقولوا انه تهدد السلامه نتاعهم وقت يحبوا يقوموا حتى بجوله على الكورنيش، معناها وليت الحكايه معقده مرهقه للمواطن في المستير. يا ودي بن سير علاش قلت لك المواطن معناها ماهوش محسوب، هما ديجا من عمناول تصورش يعدي وصيف فهمني، حاطين طوله كانها نتاع بيدون فيل نتاع ما نعرفش انا بلاد
فهمني، ومن جهه اخرى حاطين الشرشور والرمل، معناها كان مش تمشي على القرعيه تمشي بالكياس فهمني، ولا تخترق القانون تدخل في شانتي اللي هو معناها اون بروغري، معناها كان تصير لك حاجه ما فهمني، انت مسؤول على روحك فهم، معناها خيوط ضوء خارجه، حديد خارج فهمني، واحنا فهمني نطلبوا من البلديه تعمل ندوه صحفيه ولا تهبط في الباج نتاعها تعطينا لي ديتاي فهمني، تو معناها تسمع كلمه منا وكلمه منا، اما معناها بوزيسيون اوفيسيال ولا باريكري ولا عن طريق الصحافه ما فماش فهمني. وهذا كما قلت لك معناها المشروع هو راهو لولايه المستير واضح، احنا حبينا ناخذ بعض المعطيات من عندك، والرساله موجهه للبلديه للولايه وانهم يمدونا بكل المعطيات، وخاصه الى متى وقتاش باش ننتهي هالاشغال هذيا حتى يفهم روحه المواطن في المنستير الصيفيه كيفاش باش تكون، معناها هالفسحه الشاطئيه هذيا خليها ترجع فيها الحياه وخلي يستمتع بها المواطن في المنستير. شكرا لك سي الحبيب الغالي، يعطيك الصحة رئيس جمعية صيانة مدينة المنستيرة.